الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادري اني وحشتكم اسف بس كنت شغال على هذا الشيء اللي قاعد اسويه انا، اللي قاعد اصور واديت وكل شيء في نفس الوقت. اللي خلاني ما اسجل انه كانت عندي مشاكل في الدراسه، وعشان كذا صورت هذا المسلسل الرهيب. يمكن يستمر في اشياء ثانيه، بس هذه الحلقات كانت عن حياتي بالدراسة وإيش المشاكل اللي صارت لي. طبعا كل يوم من بداية من بكرة حتنزل حلقة، أتمنى دعمكم، ضروري جدا دعمكم. حبيت أن أسجلها لأنه أبغى الناس تفهم أنه ترى لما يكون عندك شغلة ما أنت حبيبها في حياتك صعب أنك تنتج، بس مجرد أنك تسوي الشيء اللي تبغاه في حياتك، يعني تعرف إيش هدفك المعين وإنت حاب هذا الهدف، سهل جدا انك تنتج وتكون انسان افضل وتحس بشعور افضل. اتمنى من الناس اللي يقدروا يساعدوني في هذه القناه انهم ينشروا هذا المقطع والحلقات اللي انزلها، تنشروا الحلقات وتنشروا هذا الاعلان لو سمحتوا. طلب يعني هذا شيء ضروري جدا انكم تسووه عشان تساعدوني في هذا الشيء اللي انا قاعد اسويه. بس اتوقع كذا، اتمنى انكم تنبسطوا ان شاء الله، ونشوفكم على خير يا قمر انت وياه. يلا مع السلامة.